لم تشهد إيران تشيعا بهذا الحجم منذ وفاة الإمام الخميني قبل 3 عقود، كما لم تشهد الأهواز مسيرات كهذا منذ انتصار الثورة قبل 40 عاما. مليونية جنازة الفريق قاسم سليماني ضمت الجميع من دون استثناء من أبناء الشعب الإيراني. الحزن هنا ممزوج بالغضب، والأصوات تتوعد الولايات المتحدة بالانتقام. اليوم هو محرم، هو 40، الجميع بكى، لكنهم سيدفعون ثمن دماء شهدائنا ودموعنا. إن شاء الله كلنا نجمع عيد بيد وناخد دم سردار سليمان من أمريكا ومن إسرائيل. إحنا مستعدين أن نجاهد أمريكا ونحاربها بأشد العقاب. كل الشعارات والهتافات والدعوات هنا، العربية منها والفارسية، تتلخص في عبارة واحدة: الانتقام لدم الشهيد سليماني آتن. مو أمريكا، أبو أمريكا نبكيها والعمل أعمالها. إحنا عرب خوزستان، إحنا أهالي إيران. دخلها خلها الروح تهلك يا قاسم، وخل تشبع دفر. ما نطيع الأمر طاغ وأبد ما نرغب الذل. قاسم سليماني كان مهتما بأبناء خوزستان، وفي آخر نشاطاته الإنسانية هنا ترأس غرفة عمليات خاصة قبل أشهر لإنقاذ سكان المناطق العربية من فيضانات غير مسبوقة اجتاحت المحافظة. جنازة ضخمة تليق بمكانة الشهيد الراحل تظهر حجم الالتفاف الشعبي في إيران تنديدا بالجريمة وتأكيدا للتضامن في مواجهة الأعداء. الفريق قاسم سليماني كان يحظى بعلاقات وثيقة جدا بأبناء المنطقة هنا، وبالنسبة إليهم كما في كل إيران كان رمزا وبطلا قوميا في حياته، وقد تحول إلى أسطورة لا تنسى. أحمد البحراني من مدينة الأهواز، الميادين.